هو ايه اللي حصل للطفل حيدر اللي وقع في البير في افغانستان زي الطفل ريان اللي كان في بير في المغرب؟ الحكومة الافغانية اكدت وفاة الطفل حيدر اللي عمره 5 سنوات داخل البير اللي عمقه 25 متر بعد قضائه ما يقرب من 70 ساعة داخل البير. يمكن انا متأثر وزعلان لاني كنت عامل فيديو ولسه بيستعد للنشر بحكي لكم قصة حيدر وبدعي ان ربنا يخرجه لأسرته وذويه ويبقى بخير، ولكن فوجئت وأنا قاعد بخبر من الحكومة الأفغانية بتأكد وفاة الطفل حيدر. نتمنى من الدول جميعا لما طفل يسقط في بير وانت مش عارف تساعده، مش عيب أبدا ان احنا نطلب تدخلات فرق متخصصة ومعاها أجهزة عالمية عشان ننقذه. احنا قلبنا بيوجعنا من وفاة أطفالنا واحد تلو الآخر. ربنا يا رب يرحمك يا حيدر ويلهم أسرتك وزويك الصبر والسلوان. تعال أوريكم آخر الفيديوهات الخاصة بالطفل حيدر من داخل البير وادعوا له كتير. صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجداي. Thank you.